المهم بنات قضينا داكشي اللي خاص. دابا رجعنا للمحل باكستاني هنايا، رجعنا للمحل باكستاني لانه هو اللي وصاه باش غادي يمشي يجيب عنده غيمشي يجيب عنده هذا غيمشي يجيب عنده التقضيه. بالنسبه للبنات غنهضر لكم على شحال من حاجه باش نقول لي باش ما ينساش شنو يجيب. I give you misko in a red. المهم بلاش حنا شنو خدينا، خدا معزه وخدا حولي. معزه يو نو اتس كول بزن معزه عزيز عليه ولا الحمد لله معز عاوت ان ذا باك. خدا معزه وخدا حولي. علاش؟ بالنسبه للبلاش هاد الطريقه هذيك كتوفر عليك، يعني في العاده كناخذو غير واحد مثلا داك المعز كناخذو بتقسيط، ولكن الطريقه ديال انك تاخذي هذا شي يقولوا ليه الحولي كامل تيتوفر عليك تيطلع لك ارخص. ولكن كما قلت لكم محل هو حلال، يعني محل حلال تيقرض لك داك الشيء وكل شيء. انا قلت ليه شنو ما يديرش ليا هو في الميكات، قلت ليه خليه يجي للدار داك الشيء وانا نقادو انا وياك. كما قلت لكم البنات تيطلع لكم ارخص، ومن هنيش بغينا نعطيوه بحال هكا لشي ناس، يعني نعطيوهم المهم شي حاجه بحال هكا يعني كيف ديال تقاسمي كل وكل. صافي واش بغيت نقول لكم. ومنها حاجه اخرى كما قلت لكم كتوفري وما تبقايش غدا خيطي بيطي وشحال من حاجه. دابا هو نورمال شحال ديال الشيء كان تيدير عزيز عليه الكتف، يعني ولكن انا دخلت عليه راسك ما تبقاش لاصق على حاجه وحده، كتف بدل شويه هكا شويه هكا صافي عا باش هو يتعود على هاد القضيه. دابا صافي ولا كيميكسي صافي عودتو على هاد القضيه. اما قبل كان عزيز عليه غير الكتف ما كيحيدوش ليه الطبيب. شديه صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم حتى نرجع للدار غتقضينا شي حاجات، ولكن انا باقا كنتفكر كان عليا ندير ليسته. البنات رجعنا للدار صافي، هنا هو خدا كباب على واري خدينا شاورما. اري عزيزه عليك شاورما ياك عاد باش غادي نوض. قلت لي خبي لي داك الشيء داك الحولي اللي جابو، قلت لي خبيه حتى ندير ليه من بعد. ناري اري ما غيعرفش لهاد الشيء. انا صافي خديت بحالو، انا خديت ديال هذا ديال الدجاج صافي. هنا البنات علاش خدينا ماكله واجده؟ لانه راكم عارفين العشيه منين خصنا نجلسوا يلا نوجدوا الفطور نوجدوا السحور وشحال من حاجه، فما كاينلاش نطيب ونعاود عاوتاني نطيب، لانه مع تمشينا بزاف تماره ما نقدرش عليها اليوم الصراحه بزاف. مازال غادي تشوفوا شنو وصلنا، خصنا نركبوه ان شاء الله الصراحه. واحد الحاجه اللي شحال وانا تنتسنى فيها، غتفك عليا بزاف الحوايج وداك الروينه والشلاضه اللي عندي في الدار غتنقصها عليا. اش بغيت نقول لكم بنات بالنسبه للتقضيه شنو خدينا؟ خدينا داكشي المهم اللي هو اللوبيا، العدس، الفول، داكشي ديال الحكاك مطيشه، الحمص، مرقد، داكشي كاع ديال القطنيات خديناه. الخضره قلت لكم ما تناخذوهاش بزاف، تناخذو غير على حسب الكميه اللي خصنا. عاوتاني شنو اخر خدينا؟ كما قلت لكم الدجاج، خدينا اللحم، خدينا داكشي اللي خاص. انا بصراحه في رمضان واخا هادشي هو غير عزيز عليه الناس الاقرب عرفتي تيتسطاو على اللحم، راه نقول لها كنقول لها راه واعره على كتشي راه الكوليسترول نقص شويه. كياكلوا داكشي بزاف يعني اللحوم بزاف، ولكن انايا بالنسبه لرمضان البنات ما كنقولش لكم هكا باش بنادم يتكلف ويتسلف وهذا، لا فقط انا كندير على قياس ديالي انا. راكم نتوما شتوني دوزتوا معايا رمضان اللي فات ورمضان الاخر ورمضان اللي موراه، فانا كندير على قياسي. الا كان معايا وا في الدار هي هذيك، الا ما كانش معايا راه هي هذيك، فانا كندير الحاجه اللي غناكلها. حيت اش كاين اللي تيدير الطبله مزوقه ومشكله كنشكلها على حسب الحاجه اللي غناكلها اللي غندوز في الكرش، اما باش نحط ديكورات كرم لا ما كنديرش بحال هكا البنات. والتبدير راه حشومه حرام ما مزيلش يبدل، والواحد ياكل ويوكل يتقاسم مع الناس هذا هو اهم حاجه. صراحه لقينا الضروري ضروري انه حاليا كنا بغينا نتسناو حتى يحلوا علينا كل شيء، ولكن لقينا ضروري الحوايج البنات راكم شتوهم منتشرين في كل مكان. علاش تنديرهم هنا في هاد الراديه باش ينشفوا؟ هما راهم قبل كنت نحطهم غير تيتهواو في الماكينه الاولى، اما هاد الماكينه راه ما تتنشفش وتيخرجوا الحوايج يعني ناشفين شويه معصرين، ولكن باقي فيهم الفزوقيه يعني تيخنازوا.
لانه راكم عارفين ما نقدرش نخرجهم على برا ديجا شطح الشتا. فالحمد لله اليوم وصلتنا لهذا وصلتنا لهذا الشافة ديال الحوايج. غتقولوا لي فين غديروها؟ باقي عندنا الشك باختيار سيريو ايها فلان تشوفوا هنا الاوبستاز ستورج روم. كنا بغينا صراحه نديروها في الكوزينه ولكن انا قلت ليها غادي نضيق. صافي كانوا جوج اختيارات، يا اما غنديروها يا اما نديروها في البيت ديال الخزين. كنا قلنا اما غنديروها في البيت الخزين ديال العود ديال الجرده، واما غنديروها في الفوق. غنوريكم واش تقولوا فين الفوق. انا غنوريكم واحد الطريقه استغنيت على واحد البلاصه، غادا ندير بلاصه واحد البلاصه من بعد حتى نوريها لكم. حرقت لكم مراحل. شحال فيها باختيار من كيلو؟ 9 كيلو 9 كيلو 9 كيلو البنات. هذا السيم او واش ماشين يا هذا او واش ماشين 9 كيلو 12 ما كاين الصابون ديالنا 12 كيلو، هذه فيها 9 كيلو البنات. هانتوما جبنا هاد الماكينه الصابون، صراحه افضل بلاصه قريبه ليا يعني لهنا للبيوت اللي غنطوي فيهم الحوايج وشحال من حاجه يعني نجبد وندير في البيوت. هذه صراحه الفكره ديال باختيار منها مستوره ويتسد عليها الباب. شفتوا دارها هنايا والحوايج علق ليا، طلع ليا العلاقه الفوق يعني علاها الفوق. هذه الفكره ديالته حتى هي وصافي. وهنا خلى ليا هذا السباس هذا ندير فيه شي شبيكه هنايا، شبيكه نقدر ندير فيها شحال من حاجه هنايا. المهم صافي هذا هو اللي كان اهم حاجه عندي، هو انه الحوايج داروا هنايا داك اللعيبات غنستغنى عليهم. هادو اللي كانوا تحت هادو غنستغنى عليهم. دابا غنجربوا الحوايج باش نشوفوا داك الشيء هو هذاك. البنات حط 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 بلاش تسنى، خلي خلي هنا البنات. دابا عندنا الميزان، يلا حط ايوا شربنا الترموميتر باش ينفع ميزان وكلشي. صافي هنا البنات بصراحه هنايا البارح مشى خدا غير الحولي، البارح خدا غير الحولي وداك المعزه ما خداهاش. صافي اليوم جاب الجميكه ديال المعزه والجميكه ديال الحولي، اليوم جاب المعزه لانه تخيلوا معايا تهرس ليه ال ها اكزاكتلي ها مامي مامي كمان ولا نعمل انا نعاود شنو ندير انا ندير في الثلاجه ولا شنو؟ لا لا والله جاست بروتين هاف تو ديه لا صافي شحال دير دابا شنو؟ كيلو ونص الفيديو الجاي غتشوفو شكون جاي شكون جاي عندنا. حنا بصراحة البنات نورمال ملي تنديرو هاد القضية هادي كتوفر لينا بزاف. علاش؟ يعني كياخد كياخد حولي كياخد شحال تيكون فيه من كيلو اختي؟ ها؟ دا دا الشيب هاو ماني كيلو ايز؟ ذيس وان هاو ماني هاو ماتش؟ هاو ماني كيلو؟ يا هاو ماني كيلو ايتش ايتش حولي؟ This one 18. Ah, 18. Mm-hmm. 18. This one 17 kilos. This one 18 kilos. Mm-hmm. 1 واحد 17 كيلو 18 كيلو. علاش؟ يكونوا يعني كيكونوا كما شي يقولوا بالشاشين في اللحم ديالهم بنانين، وفي نفس الوقت ويحاولوا كيكون فيهم يبيعوا اللحم، يكونوا الشاشين ديما شوفوا شي حد اللي تتعرفوا بحال هو كيشوف بحال هكا صحاب ولا شي كنتي عارفهم داك الشيء ولي تيتعامل معاهم، لانه الصراحه تيكون فيهم غش. بحال المره اللي فاتت كنا خدينا واحد وعطاه لينا الشارف عرفتي، ولينا باغينا امتثالوه في الرقعه عطاه للناس اللي تيعرفوا داك الشيء غير باش نكملوا، لانه عرفتي ما فيه ما يتشافي ربي يسمح لي لانه صافي مكنظف. Yeah, they do like.
نكملوا هادشي كامل. جاب الله بعدا الثلاجه اللي خديناها كبيره يعني كتهز هادشي. بقى تيقول لي واش غيكفي واش ما غيكفيش. قلت ليه دابا واش باقي عقلك مع الثلاجه؟ قلت ليه راسي نورمال غادي يكفي، غير خصنا ننظموا داكشي وصافي. قلت ليه اما كون احسن الناس ديروها نتوما، حنا الصراحه نسيت انا كنت باغي نديرها. ديروا داك الملصقه تاع شوم تيلصقوا في البيكا، لصقي في كل بيكا شنو هو هذا، واش هذا الكتاف واش هذا، حيت بعض المرات تبغي طيبي ماكله بالكتاف مره طيبي هذه سميتو، فهو اصلا جابوا داكشي مخلط. شوف البيكات مجموعين، حيت انا اللي قلت لي الصراحه قلت لي خلينا ننظم على داكشي، تنسحب داكشي غيبقى مصايب ومقاد صعيب باش نخلط لي كلشي مع بعضياته. كما قلت لكم بلاش هذا الفيديو راه قبل يعني الليله اللي غادي يسمح فيها اللي غنسحروا فيها ديال رمضان. فكاين حاجات الصراحه اللي ما وجدتوش، حاسه انه ما وجدتوش، تمنيت انني نوجد، ولكن راكم عارفين مع تماره دير هذه دير هذه والله الا الشغال شحال من حاجه والله ما تيبقى الوقت. فداك الشيء علاش قريبا ان شاء الله في هذه الايام هذه غنحاول انني نوجد، لانني تشهيت بزاف وبغيت الصراحه بغيت ضروري ضروري الحمد لله. دابا واخا ما تاكليش فيه بزاف، ولكن الحاجات ديال رمضان معروف الشباكيه سلو بريوات وهذا، فغنتقاسم معكم ان شاء الله الفيديو الجاي شنو عاوتاني وجدت. نتمنى الفيديو هذا الى الاعجاب ديالكم، وغادي نتقاسم معكم كذلك البنات الروتين ديالي ان شاء الله كامل في رمضان. كل رمضان سبحان الله الستيل ديالو يعني على حسب البنت. رمضان اللي فات كان غير ارين، دابا مع فارين تبدل عشان صافي البنات قال لك غنعزلهم كل واحد في بلاصه. عزلت لي انا راكش خارجه البنات، شكون تبقى في الجامعه لبست بيجامه غير باش نستروا بها القضيه. قلت لكم عزلنا الاخرين الفوق والاخرين لتحت باش ما يدكش ما يتميكساش. المهم البنات اليوم هو اول نهار في رمضان، نتمنى الله يتقبل منا ونكونوا قدر يعني عندنا القدره اننا نقدروا نكونوا واقفين وربي يعاوننا في الصيام وفي شحال من حاجه. فرحانين صراحه برمضان بزاف سبحان الله العظيم، واحد الاحساس واخا حنا في الغربه كيبان لك الاجواء ديال رمضان سبحان الله، واخا حنا في الغربه والله حتى باين الجو ديال رمضان كيبان لك الناس عارفين المحلات العربيه بصفه عامه، المحلات الباكستاني، المهم المحلات اللي فيها داكشي حلال عارفين بوم ما نعاودش لكم لي ماركت الكبارين. وباش يعجبوك هنا البنات واخا يعني كيحترموا الاسلام هذا باش يعجبوك هنايا، الناس اللي هما يعني اللي مكلفين في المدارس وهذا كيحترموا المسلمين بزاف يعني في العيد يقدروا يعطيو نهار للدراري حتى الجلسه تيحبسوهم على القرايه مثلا الا كان شي عطله تيديروها بحال في عيد الفطر، تيعرفوا الناس العائلات تيمشيو عند بعضياتهم والله الا تيعطيو نهار ديال عيد الفطر وتيجلسوا حتى الجلسه مع والديهم على اساس عطله، وحنا تيحسبوا لينا عيد الفطر اللي على الوليدات. وكذلك وصلنا ميساج البارح سبحان الله شوفوا كيعطيو قيمه كيحترموا المسلمين يعني كيحترموا المسلمين بزاف. وصلنا ميساج انه قال لك على ولدك الا كان كيصوم زعما على الدراري اللي تيكونوا راكم عارفين واصلين السن ديال الصيام لاج ديال الصيام، كاتبين انه الا كان ولدك غيصوم علمونا وقولوها لينا باش زعما باش يديروا بحسابه وشو سبحان الله العظيم يعني شوفوا خليو الناس داكشي. المهم البنات اليوم غتعجبوا، قلت اليوم البختيه قال لي شهيت كسكسو اللي بغينا نبداو به النهار الاولاني يعني. شنو قلت ليه؟ قلت ليه اليوم غتاكل وقيل عمره ما كلاه الصراحه ولا ما عرفت مره فاش يلا فاش يلا تزوجنا. طيبه شو ماما مسكينه الله يرحمها طيبات ليه كسكسو بلحم الراس، كسكسو بلحم الراس فانا درت ثاني اليوم قلت لها غنديرو كسكسو بلحم الراس ونسى واقيلا ما عقلتش عليه، ولكن انا متاكده غتكون ماما صيباتو الاول بقيت عاقله على واحد النهار دارت كسكسو بالحمص ولا غنديرو ان شاء الله. شوف انا خديت شوف هنايا حيدت منه كامل العظومه باش نديرو من الفوق فيه كسكسو، هنا المرقه راه تنسخن فيها صافي، هنا كسكسو رديته باش يسخن، هنا الخضره طيب باش غير ترسى تسخن صافي. دابا غنسخن شتو اللي صايم تيشرب اللبن يقول ابي فيري تيرستي والله يقول ابي تيرستي واه اللبن نصوتي ها يقول انا نصوتي اللبن اختي كيجي يجيب العطش ماشي بحال الحليب، الحليب مازال ما يخلي لك اللبن انا ما نشربوش يشحفني. ايوا صافي وهنا البنات قرطت هادشي بقيات الخز وغنقرطها ما عرفتش مالها هي قرطتو داكا باش ندير عصير هذا الحامض والخيزو هذا شي الاخر باش نبقاو يعني عطانا الطاقه. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. كنت بغيت نوريكم الريوصه ديال حوالي خديت جوج ولكن جاني شبعان خفت على الفيديو ما يتقبلش ليا داكشي علاش، ف درت جوج الريوصه ديال الحولي
ونقيتهم مزيان. بالنسبه للبنات الحولية راه ماشي جيت معاها الريوسه، شنو الحوالي اللي خديناهم المعزه والحولية راه ماشي جيت معاهم الريوسه، تيجيو بحال هكا بدون رجلين بدون حتى شي حاجه، لقينهم مصايبينهم يعني طوالين. فهمتوا كيفاش البنات؟ يعني الا بغيتي حولي كامل تمشي ليه لبلاصتو تتقضيه وكتجيبوا ليه الكسر هو ولا يجيبوا لك صايد يعني داكشي ديالو. ولكن حنا خديناه بحال هكا يعني مقاد ومصايب ومريك، هادو خديناهم من راسهم الريوسه. صافي هنا الريوسه ديال اللحم ديال الراس لقيتو حيت منه العظومه وصافي. وداك العصير البنات حتى الاخر الحامض والليمون والخزد وعطي طاقه، واحد الطاقه رهيبه اللي تشربوه من بعد ما تعشاو داكشي شربوه والله الا تعطي واحد الطاقه. شكوا على تشربي البن ديو عليه شد خاصك تاكل نتايا، مبقيتي تاكل والو البنات. ديما قصر هي البنات ديال تبراد الغديد. المهم البنات اليوميات ديالي ان شاء الله غادي نتقاسمو معكم في هذا رمضان هذا، الله يتقبل منا الصلاه والصيام والركوع والسجود كلشي. بنادم ما يتلهاش غير مع كريستو، الكرش راه عمره ما يشتري داكشي ديالها، ولا بنادم دار العباده راه تبقى مسجله عليه. فالواحد دين ودنيا، الماكله تغلق وفي نفس الوقت ما ينساش العباده ديالو اللي هي الصلاه، خصوصا الحسنات راه كلشي مضاعف في هذا رمضان هذا شهر التوبه والغفران. بنادم يستغفر مولاه ميادي، يحاول ميأديش الناس، يحاول ما يهضرش في عباد الله، ينقص وخال النفس اماره بالسوء، ولكن نحاولوا نقصوا شويه والله يسمح لينا كاملين والله يفرحنا اجمعين. وان شاء الله ما يجي خرج رمضان تنشوفوا غير الاخبار الساره وما نتفاجئوش بالاخبار اللي خايبه، لانه الصراحه هاد الحياه تتخلع صراحه ديما المفاجات. بوساليكم كاملين، نشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي. دابا غنطلع باش نديروا شي جلسه ذكريه ونبارطاجي معكم هادشي ان شاء الله في الفيديوهات الجايين، نشوفوا شنو تندير بالضبط. السلام عليكم.